السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مشكلتك يا استاذه او سؤالك؟ كنت عايزة بس يا شيخ أسأل حضرتك عن في حلمين عايزة أحكم لحضرتك، بس معلش. في أنا والدي المتوفي جالي في أختي في الرؤية، قال لها قول لأختي تتبعني مصاحف وتحطها لي في المسجد. دي الرؤية الأولى دي الرؤية الأولى. والثانية. لا الدنيا مش عارفة، سبحان الله رحمين بال خالص. لا بقول لحضرتك يا شيخ، وانا كنت في يوم، لا مش هقول لحضرتك على الوقت، مش فاكرها دلوقتي الصراحة، بس كنت في يوم ماشية في الشتاء اللي فات ده، وكان في مطر جامد قوي، فاتزحلقت كده، كانت زي زاروق صغير كده، وقعت عليه وهو اصلا مسدود مقفول. من ساعتها وانا رجلي بتوجعني جامد، ووسطي وبحس ان حاجه بتمشي فيها. طيب خلينا نقول بالنسبة لرؤية والدك، فأبوك محتاج صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من قطع عمل ابن آدم من ثلاث، منهم ولد صالح يدعو له، فممكن إنك أنت تطلعي لأبوك صدقة. تمام. بالنسبة فهو للمرأة جاني مرة شيخ إيه؟ كمان حضرتك، هو جاني الله يرحمه في المنام، وجاني نايم كده، فبقول له انت ميت، ايه اللي جابك وانت نايم كده؟ جالي انا بقى، فبقول لي فين اللي انا قلت لك عليه، بس هو ما قاليش هو ايه بقى. اللي قال لك عليه المصاحف اللي انت تطلعيها دي من نفس الشيء. تمام. انت ليه متاخره يعني؟ معلش المصحف يعني خدي لك مثلا دسته مصاحف ب 500 جنيه وروحي حطها في اي مسجد خلاص. تمام. يعني طيب يا شيخ معلش، كنت نايمة أول امبارح لقيتني في واحد ميت خالي بيحضنني جامد وبيقول لي تعالي معايا، وأنا بقول له لا مش عايز أجي. هو ده ما كان بيحضن. حضن الميت، وان الميت بيقول لك تعالي معايا والكلام ده كله، ما تشغليش بالك بيها. انا اهم حاجه عايزك انك انت تاخدي مجموعه مصاحف وتروحي تمام توديها في اي مسجد، لو تمام هتاخد 10 مصاحف تحطهم في اي مسجد. تمام. تمام وكل ما يجي لك مبلغ مالي اعملي نفس الطريقه لوالدك، لعل لو عسى ان يكون فيها النجاه لابوك. طيب بالنسبه لرجلك يا استاذه، سامعني كويس؟ ايوه سامع حضرتك، اتفضل. قولي بسم الله، بسم الله قولي بسم الله كمان مرة، بسم الله قولي كمان مرة بسم الله، بسم الله كمان مرة بسم الله. بسم الله أولا أنت صليت العشاء النهاردة الحمد لله، وبتصلي الصلوات في وقتها؟ بصليها بس احيانا بأخر. طب ما احنا مش عايزين نأخر الصلاة بعد كده. طيب قول إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بص يا استاذه، في اللحظه اللي انا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي ان في بروده دخلت في ركبتك ورجلك، صحيح؟ فمضي عينك يا استاذه ما تفتحهاش. حاضر يا شيخ، بسم الله السلام على اتفضل. من قبع. اذا كانت السيده ديت يعني وجعت على بيت من بيوتكم او وجعت على حد فيكم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب الكريم انه يراكم وقابلهم من حيث لا ترونهم، هذا إن كنتم كافرين أو مشركين أو بتتبعوا إبليس. أما إذا كنتم مؤمنين فلا يحق لمؤمن إن هو يؤذي مؤمن، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وولده، فما يحقش ليكم أيضا إن أنتم يعني سبحان الله تؤذوا رجليها أو تتعرضوا لها بالأذى ديت، أو إن أنتم تسكنوا في رجلين لإنسان لا يراكم. يعني مثلا على سبيل المثال لو واحد فيكم مثلا أعمى وماشي في طريق ثم بعد ذلك خبط في واحد يعني بصير، يجي البصير يعاقب الأعمى؟ مش معقول انه هيعاقب الاعمى. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لو انتم مؤمنين بيقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاذا كان حد فيكم اتاذى او اصيب باذى فيعفو ويصفح، فيكون الاجر بتاعه محفوظ عند الله جل وعلا. ومش بس كده، يرفع الله عز وجل درجات ويغفر الله عز وجل له ويرفع من شأنه ويرحمه. فالاجر ياتي من الله جل وعلا لا ياتي من البشر. فأرجو من الله جل وعلا أن يكون يعني سبحان الله في صيغة طيبة وفي كلام طيب، وأرجو من الله جل وعلا أن يكون في قبول. فإذا كان في قبول فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون،
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر. وانا حاسه بس حاسه برضو لسه في وجع فيها في رجل اليمين، لسه في حاسه بألم بسيط في رجل اليمين، قولي بسم الله، بس الحمد لله. بسم قولي بسم الله، بسم الله قولي بسم الله كمان مرة، بسم الله قولي بسم الله كمان مرة. بسم الله. حركي رجلك اليمين الآن، هتلاقي الألم راح منها إن شاء الله. اختفي كده يا ولد، حركي رجلك اليمين، سيب الموبايل وحركي رجلك اليمين، راح الألم من رجلك نهائي. صحيح؟ الحمد لله الحمد لله شيخ، بس اصلا كنت بحس من يوم ما وقعت الوقعه دي واحس اغمض عينيا الاقي حاجه بتشوش قدامي كده، حاجه بتشوش قدامي وانا مش شايفه ده ايه ده، يعني اغمض عينيا الاقي حاجه زي ما يكون بتلعب كده قدامي بايديها، طيب حاجه غمض لابسه عينك، اسود. غمض عينك، ما عادش في حاجة موجودة قدامك. الحمد لله طيب قومي حركي رجليكي كويس، بص تلاقي ان الألم اللي موجود في رجلك كليته اختفى. ولا استنى لحظة كده، بسم الله الرحمن غمض عينك يا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الآن حركي رجلك وامشي، مش هتلاقي فيها أي ألم. كده. راح الألم. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يبارك لك يا رب وينفع بحضرتك يا رب. آمين. بارك الله فيك. أهم حاجة بس الأذكار كويس، تمام؟ وإن شاء الرحمن ما راح يتكرر عندك الألم ده مرة ثانية نهائيا، إن في شاء أمان الله الله. ربنا يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضل حضرتك يا شيخ، أمي على طول اللي هي كانت بتكلم حضرتك دلوقتي من شوية، على طول دايما دماغها بيوجعها جامد، وغير كده يعني مثلا ان حصل مثلا مشكله بسيطه جدا او زعلت من اجل شيء تافه جدا. حاولي تعملي التيشيرت بتاعك شوية كده، التيشيرت بتاعك تعمليه شوية كده. أيوة، بتقول إيه؟ او ان حصل مشكله بسيطه جدا او زعلت من ابي حتى لو شيء تافه جدا وحطت جواها او اي شيء من الحاجات دي، ممكن ان هي يغمى عليها وجسمها يتقل جدا، وممكن ان معلش تفوق خالص وعينها تحمر، ولو قرأت قرآن تحس ان حاجة هتخنقها وايدها ممكن تقف وهكذا. لا، الحاجات دي كلها ان شاء الرحمن باذن الله اختفت. اذا امك حافظت على الصلاه المفروضه في اوقاتها والاذكار ما راح يتكرر عليها اي شيء، ولو قامت دلوقتي تتحرك ما راح تلقى اي وجع ولا اي الم نهائيا. في نفس الوقت برضو عندنا الجروب اللي هو موجود عندنا في الصفحه، اللي هو جروب الصفحه اللي هو تفسير الاحلام، عاملينه جديد، تقدروا ان انتم تخشوا معاه، تخشوا فيه، تقدروا تتواصلوا معايا في اي وقت، يعني فيه لو في اي شيء، لان انا موجود فيه دايما. تمام، بس بسيط. انا قبل كده كنت حلمت ان انا كنت نايمه عايمه على بحر، بحر طيب البحر كله الموج بتاعه هائج جدا جدا، الموج هائج وانا عايمه على البحر. طيب كان في برضو شاب عايم على نفس البحر، وكان كنا بالليل صوت انقطع. ايه وقفنا عند عايمة على البحر، وشاب عايمة على البحر، وكنتوا بالليل، وبعدين كان ما اعرفش مين اللي كان، مين الشاب اللي كان ورايا، بس كان باين راسه من هنا كده. انا كنت نايمه على بطني في البحر وعايمه، وكان كل البحر ضلمه، السما كلها ضلمه وانا نايمه مستسلمه خالص للبحر. بعد كده جه في بالي ايه وانا في البحر، اللي هي الايه اللي هي يخشى موج من فوقها من فوقهم موج من فوق، اللي هي الايه دي. ثم بعد كده ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم فعلا يجعل الله له نور فما له من نور.
تحط ايدي تحت البتاع من تحت في البحر، ماليش شايفه ايدي من كتر الظلام. بعد كده طلعت على الشط، فجأة لقيت نفسي على الشط ولقيت نفسي مش قادرة اتحرك، انا بس نايمة، بس كل السماء نورت والبحر نور والدنيا بقت كلها نور، بس انا نايمة على البحر، نايمة على بطني برضو مش قادرة اتحرك. فجأة اجت ست عجوزة كأنها راكبة في زي توك توك كده او مركبة جميلة جدا، والست جميلة جدا، حطت شيء في ايدي جايب شيء بيلمع كده او ابيض، بعدها فقت وبقيت جميلة جدا اكني بقيت اميرة، كل الكون حوالي نور حتى اكني بيطلع مني نور. بس كده بعدها صحيت. تمام. انت تدرسي ايه؟ انا في ثالثه ثانوي، بس حصل معايا ظروف واضطريت ان انا اعيد السنه دي تاني سنه ليا، اعيدها تاني. طيب، يسر الله عز وجل امرك. تمام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا وليهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقال الله عز وجل: واذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وفيها تاني: واذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. في سوره بس يا عزيز انت بره، الايه اللي هي بتقول: بسم الله بسم الله، قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. معنى ذلك يا اختي الكريمه انك انت موجوده في بحر، فالبحر ده هو حياتك كلها ظلام، والظلام معناته ان سبحان الله الشياطين كانت مسيطره عليك في الفتره اللي فاتت ديت. ومعنى ان الشياطين كانت مسيطره عليك فمعناته انك انت هتلاقي ان في تقصير في الطاعات، تقصير في العبادات، تقصير في الاذكار، وهتبص تلاقي ان حياتك كلها ملخبطه. والدليل على ذلك الميه والظلام اللي انت كنت موجوده فيه. فربنا سبحانه وتعالى يعني بيصور لك ان الحياه ديت هي عباره عن ظلمات، وكل ما انت بعدت عنه كل ما لقيت نفسك في الظلمات ديت. فشوفي لما انت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى وتلوت الايه لقيت نفسك انك انت عبرت على الشط، فمين الذي انجاك للشط؟ هو الله جل وعلا. ومين اللي الهمك انك انت تقرا الايه ديت وانت في عالم البرزخ او في عالم الملكوت، او بمعنى صح في عالم اخر غير العالم اللي احنا عايشين فيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. فمعنى ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك رسائل انك انت لازم تتوب وترجع لله جل وعلا، وتكثري من الاعمال الصالحه وتكثري من الاستغفار. اما السيده اللي انت شايفاها ديت دي اختبارك في الدنيا، فاختبارك في الدنيا ده ربما انك انت تمريه بسلام، ومعنى انك انت شفت نفسك لابسه ملابس جميله وثياب جميله جدا، وانك انت يعني سبحان الله كانك اميره، فربما ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلك سيده من سيدات الحور العين في الجنه، فصلى الله عز وجل لك ذلك، قولي امين. الامر الاخير بقى معايا، قولي بسم الله. بسم الله. انت بتصلي الفجر قبل شروق الشمس ولا بعد الشروق؟ الفترة الأخيرة بعد الشروق، لكن يعني طيب لازم انا عايزك بقى انا عايزك بقى من هنا ورايح انت والدتك تصلوا الفجر قبل شروق الشمس، طيب، الله وتذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل الشروق وقبل الغروب. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن آلاء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. انت عايزه انك انت تبقي راضيه صح، وعايزه ان ربنا يرضيكي، ومعنى ان يرضيك ان يوفقك في دراستك. عايز انك انت قبل الفجر تسبحي، تقومي تسبحي قد ما تستطيعي، وبعد الفجر تسبحي لحد ما الشمس تشرق، وفي الظهر تسبحي، والعصر تسبحي، وقبل المغرب تسبحي، وبالليل تسبحي. ان فعلت ذلك ربنا سبحانه وتعالى هيرضيكي في حياتك. طيب إن شاء الله. طيب قولي بسم الله وغمضي عينك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا تناصرون. وقيل ادعوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ 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 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وفجرنا فيها من العيون. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وفجرنا فيها من العيون. يسحب هذا الخبيث، يسحب 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 من الرأس، 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 يسحب من الظهر، 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 يسحب من القدم، يسحب من القدم، يسحب من القدم، يسحب من القدم. تنزل عليه صواعق من السماء تحرق، تنزل عليه صواعق من السماء تحرق. اللهم احرق، 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 اللهم احرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، 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 قطعت لهم ثياب من نار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت،
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم ادعوا شركاءكم ادعوا شركاءكم ادعوا شركاءكم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم 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 وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فدعوهم ادعوا شركاءك وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وله الحكم وإليه ترجعون سبحان ربنا رب العرش عما يصفون سبحان الله العظيم سبحان من لا يتخذ ولدا سبحان من لم يتخذ ولدا سبحان من لم يكن له شريك في الملك سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحان الله العظيم وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا
وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يقتل هذا الخبيث يقتل هذا الخبيث يقتل هذا الخبيث بسم الله بسم الله بسم الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم بسم الله سامعني يا أستاذة؟ انت معاك يا شيخ، اتفضل اتفضل يا شيخ. أيوه هو أنت بنتك كام جابت في ثانوي سنة أولى سنة تانية ثانوي؟ بتجيب من الاوائل على طول يا شيخ، ما عدا ثالثه ثانوي. من ثالثه اعدادي، من الابتدائي وهي بتجيب من الاوائل. وتانية ثانوي كانت جايبة فيها كام؟ كانت جايبه فيها مجموع كويس، بس هي كانت جايبه الكورونا، وكانت بتدرس في البيت، بس كانت جايبه مجموع حلو. انا والله مش متذكره أقل دلوقتي. شوية، تانية ثانوي كانت أقل شوية من كل السنين اللي سبقت. كانت أقل. اه وهو بس هي جت السنة، تانية ثانوي مع تالتة ثانوي صح؟ لا تالتة ثانوي لوحدها، هي أزهر يا شيخ، تالتة ثانوي لوحدها. أنت علمي ولا أدبي؟ علمي طيب بص يا أستاذة، يبدو أنه العلم عند الله جل وعلا أن هو ده الشخص اللي كان لابس أسود، اللي كان يعني سبحان الله في نفس البحر الظلمة اللي كان يعني عايم معاكي فيه، ده عبارة عن شيطان، والشيطان ده هو اللي كان سبب تعطيل دراستك كتير جدا، وكان سبب في مشاكلك الدراسية. والحمد لله جل وعلا يعني انت كده يعني ما هو باذن الله ملوش سلطان عليك. ابيك انك انت تحققي صفات المؤمنات. صفات المؤمنات ايش هي؟ انك انت لما تشوف حد تلقي السلام يعني من صحباتك، تدخل البيت تلقي السلام، تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تحاولي غالب الوقت انك انت تكوني على وضوء، تسبحي بحمد الله جل وعلا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل واطراف النهار حتى يرضيك الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تحاولي دايما انك انت تجعلي لك ورد من الاستغفار والاذكار، واعتبر السنه دي جهاد. لو انت عملت اللي انا قلته لك، التزمت بالصلوات المفروضه، ما ارتكبتش اي ذنوب، ما ملتيش لاي حاجه خطا من الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرمها، هتوفقي. ومعنى ذلك ان السيده اللي ادتك الحاجه وبقيتي يعني زي الاميره، يعني معنى صح الحاجه اللي انت نفسك فيها ربنا هيحققها ليكي في الدنيا باذن الله، والمشاكل كلها هتزول. خلاص؟ إن شاء الله إذا حصل يا معك رب. أي شيء مرة ثانية تقدر إنك أنت زي ما قلنا أنت والدتك موجودين، تقدروا إن أنتم تتواصلوا معايا في الجروب بتاع تفسير الأحلام اللي إحنا عاملينه، الجروب وليس الصفحة. يا شيخ يا رب، هي برضو في حاجة، أنا رحت كشفت على كتفها دكتور يا شيخ، عند دكتور كتفها دايما بيوجع طول من غير سبب. من تانية طيب إعدادي ليه؟ بالكتف من تانية إعدادي كتفها بيوجع على طول، وكشفت يقولوا مفيش فيه حاجة. هي لو آه حركت كتفها الآن مش هتلاقي فيها أي ألم. ما فيهوش ألم. هي سبحان الله بقى، يعني ربنا أكرمها وراحت قراءات معهد قراءات، يعني تكمل فيه السنة دي عبال ما تخلص بقى إن شاء الله، تاخد لسه ثالثة سنة، وإن شاء الله ربنا يوفقها بقى تمام.
إن شاء الرحمن ما راح تشتكي من أي شيء. يا طيب كان كل المدرسين يقولوا لي هي احنا مش متوقعين، احنا متوقعين ان هي تجيب من التسعينات، لو يوم ما تجيبش تجيب من التسعينات. كل المدرسين هي ما شاء الله كانت متفوقة وملتزمة، ويعني ما شاء الله، الله يبارك لها يا رب. يعني خلاص، لازم هي تكون المشكلة هي زي ما قلت لك، لو حركت كتفها الآن مش هتلاقي فيه أي ألم نهائي، تمام؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لازم تلتزم بالصفات اللي أنا ذكرتها دهيت، وإن شاء الرحمن ما راح تعاني من أي شيء في حياتها. وتقدروا في نفس الوقت برضو إن أنتم زي ما قلت لكم، لو في أي حاجة حصلت تاني مستقبلا لا قدر الله جل وعلا، وإن شاء الله ما يحصل، تتواصلوا معانا في الجروب بتاع تفسير الأحلام. طيب؟ ماشي ماشي إن شاء بارك الله الله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.